دعت لجنة متابعة ورصد وباء كورونا الجزائريين للتقيد بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة خلال يومي عيد الفطر المبارك. هذا وشدد عضو اللجنة العلمية رياض مهياوي في مكالمة مع قناة نوميديا على الاكتفاء بتبادل التهاني عبر وسائط التواصل الاجتماعي وتجنب الزيارات العائلية والتجمعات. ما تصب دارك مخبي واحد ما يشوفك، لازم ما تغافرش ولازم ما تسلمش، باسكو تغفل دقيقة ولا تنحي كمامة دقيقة تعرض نفسك للوباء بلا ما تقول بالك. نحيها دقيقة بصح ما لازمش، لازم صرامة كبيرة ولازم نكونوا يقظين ما في المحل في المنزل مع عائلتنا مع أولادنا مع أبائنا مع أخواتنا، لازم نسألوا ولازم ما في المنزل إن شاء الله لازم 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 نكونوا يقظين وما نغفلوش ما نغفلوش أبدا. اذا نشوفوا باللي هذه صباحة العيد الناس راهي متماسكه في وسائل الوقايه، ما نشوفوا الغاشي بزاف، السيارات ما كاش، رانا نشوفوا برك احتضار كبير في لي ريزو سوسيو لان الشعب الجزائري تجاوب مع النصائح وما شاء الله، وكلهم لازم نكونوا صابرين ونكونوا واعيين ونكونوا مسؤولين، والروح الوطنيه والروح المسؤوليه لازم نكملوا هكذا، وان شاء الله اذا كملنا هكذا ان شاء الله نردوا في اقرب وقت، ولازم نتحلوا بكل الروح المسؤوليه، ولازم هذه الوسائل الوقايه لازم ناخذهم بجد وبطريقه انضباط 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 كثير.